لبنان بين فكي كورونا، مستشفيات عديدة أعلنت تخطيها طاقتها الاستيعابية. منظمة الصحة العالمية تقول إن نسبة الإشغال في أسرة أقسام العناية المركزة بات 91%. معدل إيجابية فحوصات البي سي آر مستمر بالارتفاع، ومع تسارع عداد الإصابات تتفاقم أعداد من يفقدون حياتهم ومن يستجدون سرير عناية مركزة. هي حرب شرسة استنزفت القطاع الطبي وأجبرت مجلس الدفاع الأعلى على تمديد الحظر الشامل حتى 8 شباط المقبل. نحن ما نبين انه فتاك اكثر، ولكن هو كذلك الطريقه اللي عم يأذي الناس فيها، انه في بعض الناس ما عم تلاقي محلات بالمستشفيات، ولما هيدو الناس ما عم يقدروا يحصلوا على العلاج المناسب بالوقت المناسب، طبعا هيدا ممكن يكون له نتائج وخيمه. فهيدا احد الاسباب للاسف اللي عم بتصير فيها ارتفاع بعدد الوفيات. كورونا لم يفتك فقط بمرضاه، فتك أيضاً بمن باتوا في قعر الفقر بسبب توقف الأعمال، فالإقفالات المتكررة لم تترافق مع خطة جدية لدعم الأسر الأكثر فقراً، ومبلغ 400,000 الذي كان يفترض أن يوزع على كل أسرة صار في خبر كان. صار في مثل ضبابية حول موضوع إيصال هذه المساعدات، بنوصل اليوم لمطرح مش مأكدين إذا هذه المساعدات عم تتسلم بالشكل اللي بلشت فيه، وما في إعلانات متواصلة، أو على حد علمي بحسب متابعتي ما في إعلانات متواصلة إذا هذه المبالغ بعد عم تتسلم ولا لا. تحذيرات من كل حدب وصوب بأن القطاع الصحي وكل من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لن يستطيع الصمود طويلا أمام كورونا في بلاد لا تنفك تغرق في أزمة تلو أخرى. خروج وباء كورونا عن السيطرة في لبنان وبلوغه المستوى الرابع يشدد الخناق على كل من الجهاز الطبي ومعيشة الفقراء، وسط تخبط رسمي واضح في إدارة هذه الكارثة. ليال خروبي، اليوم، بيروت.